للحديث أكثر عن كلمة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان معنا عبر الهاتف من جنيف مساعد وزير الخارجية سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري بعد التحية. مملكة البحرين ألقت اليوم كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أهم ما تضمنته هذه الكلمة؟ شكرا جزيلا. البحرين شاركت اليوم في الجلسة في الجزء رفيع المستوى في مجلس حقوق الإنسان الدورة 37، وألقت بيانها الوطني وتحدثت للمجلس عن أبرز الإنجازات والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، وأبرزنا المبادرات الكريمة والنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فيما يتعلق بالتسامح الديني والتسامح والأخوة، وأيضا حوار الثقافات والحضارات، والمبادرات الخيرة التي أطلقت في الفترة الأخيرة مركز الملك حمد للتسامح والتعايش الديني، وأيضا مبادرة جلالة الملك فيما يتعلق بمنح كرسي في جامعة لاسبينزا في إيطاليا، والعديد من المبادرات إضافة إلى برنامج عمل الحكومة 2015-2018 المعنون نحو مجتمع الأمن والعدل والرفاه، وجهود وزارة الخارجية وجهود العمل التي قامت بها الأجهزة التنفيذية الوزارات فيما يتعلق بتطوير الأشرعة والتشريعات والتنظيمات والقوانين الوطنية التي تعزز المكتسبات التي تحققت بفضل مشروع جلالة الملك الإصلاحي والنهج الإصلاحي والتقدم اللي صار بعد اعتماد ميثاق العمل الوطني، والإنجازات التي نحن نسبق العالم والدول القريبة والبعيدة في تحقيقها في العديد من المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان من المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وأيضا حقوق العمل والعمالة الأجنبية، وفيما يتعلق بأيضا الرعاية الاجتماعية، وفيما يتعلق بتطوير عمل مؤسسات الموقوفين والاحتجاز والكثير التي نحن الآن أصبحنا مثل ما بينت في كلمتي أو كلمة البحرين اليوم أمام مجلسنا، البحرين أصبحت الآن النموذج للدول الأخرى في الاحتذاء لتطوير والعمل بما تقدمت به البحرين، ونحن أكدنا للمجلس اليوم أن ما قمنا به من إنجازات وتطورات ما هي إلا هو مواصلة لمسيرة التنمية والتطور التي يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة وجهود كافة القائمين في الوزارات لتحقيق الرفاهية والتنمية للمواطن البحريني والمقيم، ولتحقيق أيضا العدالة والمشاركة الشعبية والمشاركة السياسية والشعبية والتمتع بها على أفضل المستويات وفق المعايير الدولية. نعم، إذن تعرفنا على الكلمة التي كلمة البحرين اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان وأهم ما تضمنته، ولكن زيد عبد الله ما أهمية التواصل اليوم واللقاءات الثنائية في مجلس حقوق الإنسان، طبعا تحديدا في مجال تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي؟ مملكة البحرين طبعا حريصة جدا على التواصل مع المجتمع الدولي، مع الدول والمنظمات الدولية، مع الأمم المتحدة وآلياتها مجلس حقوق الإنسان باستمرار، ونحن دائما نتعاطى بإيجابية في التعاون مع كافة القرارات والتعهدات والاتفاقيات التي انضمينا إليها وصادقنا عليها، وأيضا الآليات التي تسعى لتحقيق تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في كافة الجوانب وأيضا مناحي حقوق الإنسان. وبالتالي نحن دائما البحرين عضو الأمم المتحدة، عضو فاعل ومساهم كبير، ونحن لسنا أيضا مستمعين في هذه اللجان وهذه المشاركات، نحن نقدم أيضا المشورة ونتبادل الخبرات مع الدول الأخرى ونقدم لهم أيضا المبادرات التي تقوم فيها مملكة البحرين، سواء مبادرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى أو مبادرة صاحبة السمو الأميرة سبيشة بنت إبراهيم فيما يتعلق بتمكين المرأة وأيضا تحقيق تكافؤ الفرص، وفيما يتعلق أيضا في تصريح العمل المرن وإصلاح سوق العمل، وأيضا كافة المناحي الثانية التي أصبح العالم الآن ينظر بالبنان إلى مملكة البحرين ويطلب المعلومات ويطلب اللقاء بنا للاستفادة من هذه الخبرات والتواصل. فهي أيضا لذلك مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة هي محافل، ونحن البحرين ملتزمين بالتواصل الإيجابي والتعاطي الإيجابي على كافة المستويات. نعم، ونرحب دائما باستمرار على هذا التواصل سواء في البحرين أو في المحافل الدولية. نعم، مساعد وزير الخارجية سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، شكرا جزيلا لك.